السلام عليكم سماحة الوالد. وردت أسئلة من ألبانيا، يقول السائل: هل يجوز صبغ مسجد منحرف عن جهة القبلة وله إمام ينشر من خلاله البدعة؟ هل يجوز إيش؟ يقول أحسن الله إليكم: هل يجوز صبغ مسجد منحرف عن جهة القبلة وله إمام ينشر من خلاله البدعة؟ ما أدري وش الصبغ هذا، إيش معنى الصبغ؟ ما يجوز صبغ المساجد وتلوينها، ما يجوز هذا، لأن هذا يصرف المصلين. أما لو قال إنه منحرف عن القبلة كثيرا ويعدل، تعدل القبلة، نعم تعدل القبلة إذا كان الانحراف كثيرا، تعدل انحرافه. وأما أنه فيه إمام عنده بدعة، البدعة ما ندري تختلف، كانت بدعة شرك فلا يجوز يكون إماما، أما إن كانت دون الشرك فهذا تصح، لكن يناصح، تصح الصلاة معه لكن يناصح، وإن لم يمتثل يغير بإمام آخر. نعم.